فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى في المحرمات: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، يقول ما المراد بما ذبح على النصب؟ النصب الأصنام، ما ذبح للأصنام، ما ذبح للأصنام فهو حرام. نعم، والنصب هي الأصنام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.